تمتلك الفتيات عاطفة جياشة ومشاعر مرهفة للغاية تجعلها حساسة في أي أمر ومهتمة جداً بأدق التفاصيل. وقد يواجه الكثير من الرجال صعوبة في التعامل مع هذا الطبع الرقيق أو عدم فهم ما تريده المرأة بشكل مباشر. لذا نقدم لكم في هذا الفيديو من قناة الساحر بعض الأمور التي قد تثير غضب الفتيات والتي يجب تجنبها عند التعامل معها. 10 أمور تكرهها الزوجة، اكتشفها واحذر منها. أولاً، الكذب. إن أكثر الصفات التي تريدها المرأة في فتى أحلامها هي الصدق في القول والفعل، فالكذب أمر مذموم لدى الجميع، ولا يمكن أن تبنى عليه علاقة جدية أو زوجية تضمن الاستمرار. لذا فإن الخطوة الأولى والأهم في التعامل مع شريكة حياتك هي تجنب الكذب والحرص على إبقاء العلاقة بينكما على أفضل ما يرام. ثانياً، الغيرة المفرطة. الغيرة هي غريزة طبيعية من غرائز الإنسان، وهي إحدى الصفات الإيجابية في العلاقة الزوجية، والتي تضمن محبة الطرفين وتمسكهما ببعضهما البعض، إلا أنها قد تتحول إلى حالة مرضية إذا كانت غير زائدة وغير محببة. فقد يكون الرجل غيوراً إلى الدرجة التي تقيد المرأة وتزعجها، مما يحول العلاقة العاطفية أو الزوجية بينهما إلى ساحة خلاف قد تنتهي بالانفصال. ثالثاً، الأنانية. تعتبر الأنانية من الصفات السيئة التي تؤثر على العلاقات بشكل عام، وخصوصاً على العلاقة العاطفية، حيث إن علاقة الارتباط بين أي طرفين يجب أن تعتمد على التعاون المشترك وتفضيل مصلحة الحبيب أو الشريك على المصلحة الخاصة. رابعاً، المبالغة في الاهتمام. تحب المرأة أن يهتم بها الرجل، إلا أن المبالغة في هذا الأمر أيضاً قد تسبب عدم الراحة. فمثلاً، قد يقوم بعض الرجال بتصرفات مزعجة، مثل الاتصال بشريكته بشكل مبالغ به عند تواجدها مع صديقاتها أو في مكان عام. لذا فإن مثل هذه الأمور يجب مراعاتها لتجنب حالات الغضب التي تنتج عنها، وإبقاء الاهتمام ضمن المستوى المطلوب والمرغوب لدى الطرفين. خامساً، نسيان وتجاهل المناسبات الهامة. يحفظ الرجال الكثير من الأسماء الهامة بالنسبة لهم، مثل اسم فريقهم المفضل ولاعبهم والكثير من الأمور التي تهمهم، لكنهم يتجاهلون التفاصيل التي تتعلق بالأحداث الهامة المرتبطة بزوجاتهم، مثل تاريخ ميلادها أو تاريخ عيد زواجهما وغيره. هذا الأمر يسبب خلافات عديدة ويزعج الفتيات بشكل كبير. سادساً، الاستخفاف بمشاعرها. كما ذكرنا، فإن المرأة شخص عاطفي للغاية، يسعى إلى إظهار مشاعره بعفوية وتلقائية. لذا يجب عليك كرجل أن تراعي هذه الطبيعة وأن تهتم بكافة تفاصيلها حتى وإن كانت بسيطة، وأن تتجنب الاستخفاف بمشاعرها أو عواطفها. سابعاً، تجاهل الشخصية. تعتمد أغلب النساء على جمالها في جذب الجنس الآخر، إلا أن العديد أيضاً من النساء يرغبن في لفت الأنظار بذكائهن وشخصيتهن المميزة. لذلك يجب على الرجل أن يهتم بصفات المرأة العقلية وصفات شخصيتها إلى جانب جمالها وأنوثتها. ثامناً، الشريك الكسول. لا تفضل أي فتاة أن يكون شريكها أو زوجها شخصاً كسولاً لا تهمه إلا مشاهدة المباريات، وإنما تطمح المرأة لكي يكون زوجها مهتماً بالمناسبات الهامة في الحياة، ومحباً للزيارات العائلية والاجتماعية خصوصاً لدى الأقارب والأصدقاء. تاسعاً، تقديم المساعدة للفتيات. قد يظن بعض الرجال أن تقديم المساعدة للجنس الآخر بشكل عام هي مهارة وعرض للبطولة والرجولة لديهم،
مثل ادعائهم معرفة صيانة أي أمر في منزل جارتهم، إلا أن الزوجة لا ترى هذا الأمر بطولياً أبداً، بل مزعج للغاية، ويجعل غيرتها تزيد من مساعدة زوجها لأي امرأة سواها. عاشراً، اجتماعات الأصدقاء المتواصلة. لا شك بأن كلي الطرفين في أي علاقة يحتاج إلى مساحة خاصة به، ومن الطبيعي أن يحتاج الرجل إلى تقضية وقته مع أصحابه وأصدقائه بعيدا عن جو العائلة والعمل، إلا أن هذا الأمر يعتبر مشكلة إذا كان بشكل يومي ومتواصل، بل يجب أن يكون التواصل في الأصل مع العائلة والزوجة هو الأمر اليومي وليس العكس.